أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب المحلى لطالب العلم؟ هل له أثر إيجابي أم سلبي؟ لا سيما لمن كان يرغب في مزيد من العلم وهو ليس على مذهب الظاهرية، وإنما هو على مذهب أهل السنة والجماعة، وله عناية بعلم التوحيد والفقه على المذهب الحنبلي وتحري الدليل. أرجو التوجيه. لا يصلح أنه يطالع في المحلى إلا المتمكن في العلم، لأن المحلى أسلوبه رحمه الله أسلوب فيه قسوة على المخالفين، ربما يتأثر هذا اللي يقرأه فيحمل الحقد على العلماء وعلى المخالفين تأثرا بأسلوب ابن حزم، فلا يصلح يقرأه إلا المتمكن من العلم الذي يأخذ مما فيه من العلم ويترك الأسلوب هذا. نعم.